ها مستعدين طلعت البر اليوم؟ يلا ناخذ هذا؟ يلا يلا هدى عبد الله يلا. وخلصنا فطورنا وهذا هو الفطور كبدة. بعد الفطور جاء وقت ايش؟ الصيد. يلا وانا اشوف وانا اشوف انت بالسلاح دحوم. يلا جبتها. اسمع صوت. يلا عبود دورك. يلا يلا دحوم على الرصاص. حطيتها؟ ايه يلا. ما جابها. الحين دور عطي رصاص. دقيقة سعود بشوف. شوف 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 جب. دي الصورة. وين؟ ما جبتها. خلينا نروح ذيك الساحة. وبعد القنص جاء وقت الطاسات والحلويات. شوف شوف. يلا وش عندنا؟ عندنا هذا وهذا وهذا. نفس اللي شريناها. إي ذاك اليوم. إيش رأيك يا سعود أضبط لكم شاهي؟ يلا. طلع لنا شاهي. لذيذ. سعود شوف صب دم من الشجرة. تستاهل. ها؟ الحين عبد الله بيسوق السيارة. يلا امش. يلا. كافو. لف يمين يمين. يلا عبود ارك. شيل شيل يدك عن الفرامل. روح روح اضغط بنزين شوي. اللي على اليمين اضغطه شوي. ايوه شوي شوي. روح. ناظر طريقك مو بتناظر. سلام. حركات. ارجع يمين يمين. شيك شيك شيك. اضغط يمين لف يمين مره وارجع مره. ارجع كذا يدين تخلي لفه دائره. اضغط بنزين. يلا يلا دحومي. كافو دحوم. قوم اصبر. حركات. لف يمين يمين. دحوم لا تصدمني. وقف وقف وقف. اضغط الفرامل. اضغط الفرامل اللي بالنص اللي بالنص. اضغط اللي بالنص بس. خلك ضاغط يا كابتن. رجع خلك ضاغط بقوه بقوه كابتن. شيله. انزل انزل. بنضبط غدانا الحين. سلم. وين في سفير؟ هذا اللحم. بسم الله. صب موي عبد الله. عبد الله الحين بحط البصل والطماط. سلام. وهذا غدانا كبسة لحم. وهذا غدانا جاهز وبسم الله كبسة لحم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. وخلصت رحلتنا وجينا الحين نضف الأغراض. ايش فيه؟ أفا ركبها. يلا يلا عبود نضف الأغراض. وخلصت رحلتنا. كيف الرحلة؟ بعد ما خلصنا رحلتنا جاء وقت إننا ننظف المكان ونخليه أفضل من مكان. وكذا خلصنا رحلتنا البريه والحين راجعين البيت. اتمنى ان الفلوق اعجبكم. طبعا صار كان على جزئين.
بشوفكم ان شاء الله في المقطع الجاي والفلوق الجاي و مع السلامة. وداعا الى اللقاء في موعد جديد يطيب فيه.